اقترب يوم الحشر والبدر انشق اقترب يوم الحشر والبشر انشق وقلبي لطلة الأحباب ولا انشق يبقى اللي من عبير الورد انشق مش مثل الذي بالنار ذاب يا ويل يا ويلي 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 على دنيا ما بيها دوا ويلي عالدنيا اللي ما بيها دوام والدوام لله رب العالمين ويلي عالدنيا اللي ما بيها دوام الدوام لله رب العالمين نامت عيوني وعيونه لا تنام ربنا نحنا باسمه نستعين كثر الأيام واكثر بالقيام وكون من أهل التقى والصالحين صلي للرحمن واكثر للصيام رب ساكن بقلوب العابدين صلي للرحمن بالصيام رب ساكن بقلوب العابدين واترك الدرب التي بيها حرام وليش تمشي بطريق الكافرين ليش تبحث عن عداوة وعن خصام نحن رب اللي بعثنا مسلمين يا غلاغ العرش حبيبي يا حام النظام يا ملك كل الملوك الجائرين أجمل الدنيا حياة الابتسام أيوة الإخوان اللي بيكونوا موفقين أجمل الدنيا حياة الابتسام وبالإخوان اللي بيكون موفقين
وسألنا الناس شو بده يصير. لو سألنا الناس شو بده يصير ما حدا فكر بما صار وجر. بإلك العرش ظلك استجير ربي والأقدار منه مقدر. خير الله يا ابن عمي كثير وبس دار الله بتبقى معمرة. صارت الخرفان نسمع لزئير والأسود جواك فاص مسكرة والجمال تقودها شوية حمير. والحياة يا صاحبي عالمغمرة شو أساوي والعمر عندي قصير وما حدا بالأرض اسمه عنتر. مش كل وردة بالبستان بتعطي عبير ولا كل زهرة يا ابو نمر معطر. وناديت يا ابو العبد يا عون الفقير يا نمر انت برماني جوهرة. قال يا ابو كمان يظل هالبدر المنير ولا ابو نايف والايات مسطره لا ابو عرب لا ابو طارق المزهير لا ابو هلال لهالقلوب الطاهره لا ابو لاف اللي على الواجب قدير لا علي الحسين بحبه واشكره لا دي الكعبيه لها البدر المنير. يا نجدتي لما الايام معثرة يا ابو يوسف علي يا ابن عطله ان اطليت والورد عطله يا معطي الناس والمعطي عطله بدار عم ابو مغمار اطيب.